في تاريخ يشهد، اسم الرئيس الشهيد رفيق الحريري بيشغل العالم ووسائل الإعلام من جديد لحدث مهم. شو هو؟ هل بتخطف إسرائيل الأضواء والحدث وبتفاجئ الكل بعمل عسكري جديد؟ الوزير أشرف ريفي بين نارين، ليش؟ وشو هي المفاجآت بمدينة طرابلس والرئيس السنيورة بالواجهة؟ شو هي الملفات يلي بتهدد الشارع؟ وهل رح يكون مسرح للفوضى والشغب من جديد؟ حدث بين الرابي ومعراب بيؤدي لاختلاف أم خلاف؟ وشو مصير حكومة الرئيس سلام؟ لأول مرة العماد أهوجي بياخد قرار عسكري ثم بينطر القرار السياسي، ليش؟ هل رح نشوف الرئيسين بوتين وأردوغان بلبنان قبل انتخاب الرئيس أم بعده؟ وشو هي المفاجآت؟ قصة غريبة تنشر الفضائيات وأصحاب القلوب الضعيفة ما بتتحمل التفاصيل، وبطلة القصة امرأة، مين هي؟ هيدا اللي رح تشوفه ليلى عبد اللطيف بيصير من برج حمود للنعمي، والوزير أبو فعور بيتصدر الحدث. كل فنانين لبنان بموقف تضامني واحد وشامل، ليش؟ ليلى عبد اللطيف في تاريخ يشهد مع رجا ناصر الدين لأحد 25 أيلول بعد الأخبار مباشرة على الـ LBCI والـ LDC.